النهاردة هعمل لكم فاصوليا بيضة صيامي من غير لحمة، وقدمتها مع رز أبيض. هبقى أحط لكم طريقة الرز الأبيض. بدأت بثلاث معالق زيت، وحطيت بصلة كبيرة متقطعة، وهبدأ أشوحها لحد لما تدبل. هزود عليها فلفل أسود وربع معلقة ملح. الملح بيساعد ان البصلة بتدبل اسرع. هفضل اقلب لحد لما البصلة تدبل. دي المرحلة بتاعت البصل اللي احنا هنبقى عاوزينها. وبعدين هنزل باربع فصوص ثوم مدقوقين او متقطعين، وهفضل اقلب كويس. هنزل بربع معلقة كزبرة ناشفة وربع معلقة كمون. لحد لما البصل والثوم يوصلوا للمرحلة دي، وهنزل بالصلصة بتاعتي. انا حطيت كوباية صلصة وزودت عليها تقريبا 3 كوبايات مية، وهسيبهم يتسبكوا. وهحط دجاج ماجي خضروات مكعب كامل. وسبع بهارات. وغطيها واسيبها تتسبك. اول لما توصل التسبيكة اللي انا عاوزاها. انا اوريدي كنت سلقة الفاصوليا البيضة ونقعيها. نقعتها تقريبا 4 ساعات. انتوا ممكن تنقعوها من بالليل للصبح. وسلقتها وبعدين هضيفها. اهم حاجة تأكدوا ان انتوا ما تحطوش ملح وانتوا بتسلقوها علشان تستوي معاكم. هفضل اقلب كل شوية واشوف اذا كانت محتاجة مية تاني ولا لأ، لحد لما اتاكد ان هي بدات تستوي كويس معايا وما تتهريش. دي اهم حاجه. في الاخر خالص ممكن نزود الملح بتاعنا. هي كده استوت، وتدوقوا زي ما انتم شايفين استوت معايا. وقدمتها مع الرز ابيض. هبقى احط لكم طريقه الرز الابيض. طعمها تحفه. يا رب تعجبكم، وبالهنا والشفا.